بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. نفذت قوات الجيش الوطني وبإسناد من طيران ومدفعيات تحالف دعم الشرعية عملية واسعة لتصفية جيوب الميليشيا الحوثية بين مديرية باقم ومديرية مجاز بمحافظة صعدة. وفي السياق، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون في هجوم شنته قوات الجيش الوطني على مواقع تمركز الميليشيا في قرى آل الزماح بمديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة. لقي 7 من ميليشيات الحوثي الإنقلابية مصرعهم وأصيب آخرون بنيران الجيش الوطني غربي تعز. وقال مصدر عسكري إن مدفعية الجيش استهدفت عناصر من الميليشيات أثناء تجمعهم في التبة السوداء شرق جبل المنعم في جبهة الضباب بعد عملية رصد محكمة، ما أدى إلى مصرع 7 وإصابة آخرين. واصلت ميليشيات الحوثي الإنقلابية عزل مديرية كشر بمحافظة حجة عبر قطع الإنترنت والاتصالات، فيما يواصل مسلحوها ارتكاب الجرائم المروعة من تفخيخ وتفجير للمنازل وإعدام الجرحى واختطاف المواطنين ونهب الممتلكات وفقا لمصادر محلية. هذا ودانت الأمم المتحدة في بيان صدر عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي وقوع هجمات أودت بحياة عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء في مديرية كشر في محافظة حجة. وتجنبت جراندي في البيان الإشارة إلى ميليشيات الحوثي التي شنت عدوانها على مديرية كشر وما زالت تواصل ارتكاب الجرائم اليومية بحق المدنيين في المديرية. وكانت الحكومة اليمنية نددت يوم أمس بصمت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن عن المجازر التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في مناطق حجور. كما تظهر هذه آثار. نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مسؤول حكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة قوله إن ميليشيا الحوثي ما تزال ترفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم وتصعد من الوضع العسكري في الحديدة. ونفى المسؤول الحكومي للصحيفة ما تردد عن استئناف عقد الاجتماعات مع رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال مايكل لوليسغارد. وكانت مصادر صحفية تحدثت عن استئناف لجنة إعادة الانتشار عملها بهدف الاتفاق على آلية تنفيذ الانسحاب من الحديدة وموانئها. حملت اللجنة الاقتصادية الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقالت اللجنة في بيان إن الحوثيين يخلقون أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية والاستعطاف الدولي، واعتبرت ذلك تصعيد اقتصادي وإنساني واستغلال تجاري خطير ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم 75 الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن. وأكدت اللجنة أن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية تمثل ما يزيد عن 53% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن، وهي تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو. أعلن مشروع مسام لنزع الألغام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انتزاع 2095 لغماً وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الحالي، منها 15 لغماً مضاداً للأفراد و966 لغماً مضاداً للدبابات و1065 ذخيرة غير متفجرة و49 عبوة ناسفة. وأوضح مشروع مسام أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع أكثر من 48 ألف لغم زرعتها الميليشيا الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل والطرقات في عدد من المناطق اليمنية. نهاية الموجز، في أمان الله.